وتعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه القرايش بتاعتنا النهارده ازاي. انت بتشتغل من غير ما اجي امتك؟ في الايام اللي احنا فيها دي يا جماعه بتحب دايما منوعات في البيت وفي الاكل عشان خاطر ربنا يكرمنا معاكم. عندي قرايش بالجبنه، عندي دقيق، سمنه، خميره، بيكنج باودر، ملح وسكر وميه دافيه للعجين. بعد كده عندي جبنه فيتا، سمسم، حبه البركه، بقدونس. عندك جبنه فيتا، عندك حبه جبنه قريش، اي نوع من انواع الجبنه عندك حطيها وما تقلقيش، يعني مستوره ان شاء الله. طيب البيضه دي بقى اللي ندهن بيها على الوش يا انسه ما بتردش عليا. امال عايز تعمل ايه؟ طب امال كنت لما اقوم ازاي يعني؟ شويه نسكافيه. طيب كده هنا دي السمنه بتاعتي، سمنه بلدي، خميره، الملح، البيكنج باودر، وادي الشوجر. والبيضه دي ايه نعملها للتزويق، تزيين يعني كده. يلا نشتغل دلا دلا. سنه ميه صغيره. عايز اعمل حبه قريش حلوه. شيل ده كده من هنا كله. ويشيل ده كمان. كده بتلم كلها مع بعضيها. نلمها كده. اهي. ونغطيها. كده بنحشي الجبنه بتاعتنا. اهو نعمل ايه بقى يا سيدي؟ نيجي كده ادي وادي حبة السمسم وحبة البركة. سمسم